البرجقلي البرجقلي عالبخت يلي حيران تملي، البراق دي بينها وبيني علاقة شخصية، التور حبيبي والحمل أقرب صاحب ليا، والدلو بينه وبيني قرابة عائلية. برجك مع شذا الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. يومكم سعيد. فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ ايوه بالظبط كده، برج الميزان. النهاردة بقى كلمنا عن برج العقرب. وما أدراك ما برج العقرب؟ ما تخافوش. مش عارفة ليه كل ما تيجي سيرة برج العقرب الناس تتخض وتخاف وتترعب. طيب يلا ركزوا معايا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن العقرب. هو بيبدأ من 23 أكتوبر لغاية 22 نوفمبر. برج مائي، لون المفضل الأحمر الغامق. من أكتر الصفات اللي بتخلي برج العقرب واضح ومميز هي الغموض، ده لأنه بيحب يعمل دايماً حواجز بينه وبين الناس لغاية ما يقدر يكتشفهم شوية. حساس، بيخاف على مشاعره خالص، كمان بيخبيها. أهم مميزات العقرب إنه شخص فقور لبق، كمان متحدث جيد رغم إنه أصلاً مش بيتكلم كتير. عنده قدر كبير من الإصرار وقوة الإرادة، متميز في الإدارة والتنظيم، عملي جداً، كمان قيادي درجة أولى، صديق وفي خالص. من أكتر مميزات برج العقرب إنه عميق في التفكير والتحليل. شفتوا قد إيه العقارب حلوين إزاي؟ تعالوا مع بعض نروح للعيوب. أربط الأحزمة. الغموض المبالغ فيه، حب الامتلاك، حاجته دايماً ممنوع الاقتراب سواء شخص أو أشياء مادية، غيور جداً، وده لأنه فياض المشاعر ومش بيحب بسهولة، كتوم خالص وصعب تعرف عنه أي حاجة إلا لما هو يسمح لك بده وتكسب ثقته. هو أصلاً ما بيثقش في حد بسهولة. في صفة في العقرب محيرة جداً، هي عيب وميزة في نفس الوقت، هنتجنن بقى. يلا، هو حنين جداً ودايماً بيشيل هم اللي حواليه، ولكن القريبين فقط، يعني أصحابه، أهله، بيته، اللي قريبين من قلبه خلاص. أهم حاجة العقرب عمره ما يسيب حقه، دايماً شايف المال هو القوة، عشان كده هو دائم البحث عن المال. رجل العقرب من أكتر الشخصيات المعقدة وأشدها حنان، بيتمتع بقدر كبير من الحب والتضحية والعطاء والإخلاص. حياته كده مزيج من الإثارة والغموض في نفس الوقت. عنده قدرة كبيرة في اكتشاف الخفايا والنوايا والقدرة على تحليلها بسهولة. أما عيوبه بقى فهي حب السيطرة والتملك والغيرة، متعجرف أحياناً وما بيعتذرش، وما يسيبش أي إساءة صغيرة أو كبيرة تمر بسلام كده، قاسي في ردات فعله. وفي لحظات الحب هو أكتر الشخصيات حنان وعطاء. أهم ما يميز رجل العقرب تعلقه الشديد بأسرته وأولاده. نروح بقى لامرأة العقرب، ملكة الإغراء والأنوثة. من أكتر مشاهير برج العقرب هند رستم طبعاً. امرأة العقرب بتحول أنوثتها لمصدر قوة، هي شخصية قوية جداً، حساسة في نفس الوقت، غموضها هو سرها وسر حب الراجل ليها. مميزة بدهاء شديد وغريب، تقدر تخليك تنفذ كل اللي هي عايزاه من غير ما تحس. من الآخر مسيطرة، ذكية جداً، منظمة، وبتحب النجاح بصفة عامة. طيب يا ترى بيتوافقوا مع مين؟ التوافق مع الأبراج النارية. الحمل والأسد علاقة غير مستقرة، لأن العقرب حذر وبيختبر الشخص مرات كتير، وده مش هيمشي مع الناريين. نروح بقى لتوافق العقرب مع الأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والميزان والدلو، علاقة صعبة ومعقدة من الآخر. متوافق قوي العقرب مع الأبراج الترابية، علاقة ممتازة. الطبيعة بتقول دايماً إن الأرض محتاجة مية عشان تعيش، وطبعاً دول اللي هم الجدي والعذراء والتور. وأخيراً توافق العقرب مع الأبراج المائية اللي هي العقرب والسرطان والحوت، هي علاقة غريبة، ممكن تكون ناجحة جداً أو فاشلة جداً. كنت معاكم النهاردة شذا الجمال وبرنامج برجك من بختك. استنوني في المرة اللي جاية على طول على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع برجك مع شذا الجمال على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.